وسلم تسليما كثيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين. آمين. رضى اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم آمين. ما زلنا في شرح الكتاب الثالث، كتاب العلم، من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عنه، في باب جديد، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. في الباب ثلاثة أحاديث، سنذكر منها حديث واحد. أعتقد في زماننا هذا عندما تسمع هذا العنوان، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقع في ذهنك إيه؟ الحديث الواتساب على طول. أول ما يقع في ذهنك الواتساب. ليه؟ لأن الناس عمالة تعمل إيه؟ شير لكل الإيه؟ ما يجدونه من أي كلام، أي كلام، حديث منتشرة، ربنا عطى سيدنا جبريل مش عارف 600 جناح وفضل يطوف حوالين العرش، وبعدين تعب قال له صلي على محمد تقدر تعملها. من الكلام اللي موجود حتى في الكتب، يقول لك تحت العرش ديك ليه مش فرخه؟ طيب عشان طبيب. طيب واذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد، قال الديك يضرب غطس فين؟ في بحر قدامه. ما شاء الله، ما شاء الله. طب ما عملش سيرفنج ليه؟ وبعدين يطلع ينفض جنحته، كل نقطة، كل نقطة ربنا يخلق منها ملك يستغفر لك عشان انت صليت على النبي. يا عم اللهم صل على سيدنا محمد من غير كذب، يعني من غير كذب، من غير كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما يتبادر إلى ذهنك التواصل الاجتماعي في زماننا. الأمر بيتعدى أكثر من ذلك، خد بالك. ده في ناس بتتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم تجرؤ عجيب جدا. حكى لي من لا أتهمه في بلادنا، من الشيخ تأخر الخطيب، يعني داعية المتحدث لم يأتي لصلاة الجمعة، وكان وسط الجلوس قارئ، كما عندهم الصييطة دول اللي بيقروا زي عبد الباسط، يعني صوت في المياتم. قالوا عم الشيخ اطلع، لابس بقى اللبس الأزهري كده، يطلع يخطب. طلع عمك الشيخ يخطب، واخد بالك، بيتكلم بقى على الناس اللي بيتدخلوا في مشاكل الناس ويقعدوا يفرقوا بين الناس. فقال لهم ايه بقى؟ صلوا على النبي. قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استغفر الله ورسول الله لم يقل، واخد بالك. انما ستة وستك اللي قالوا الكلام ده على المصطبة. يا داخل بين البصل وقشرتها ما ينوبك الا ريحتها. واحد من الفلاحين قال له اقعد يا ابن اللي انت ابنه. ده حديث. ده حديث امه. مش كده؟ حديث امه وحديث خالته وحديث سته. في كتير من الناس بيعملوا كده. كتير من الناس بيفعلوا هذا. لا، وفي انكى من كده. تقول له حديث، يقول لك هلا ده حديث ده انا ما سمعتوش. مين سعادتك، البخاري انت ولا مسلم ولا مين بالظبط؟ عرفني، عرفني انت مين. اذا كان انا وغيري من المشايخ حتى المتخصصين ما زالوا بيقرأوا احاديث وبيسمعوا احاديث، وربما قرأوا ولما يجي يسمعوا كأنه لم يسمعوا، وكأنه لم يسمعوا، وكأنه لم يسمعوا. ده المتخصصين في العلم نفسه، الناس بتوع الرواية والدراية اللي قاعدين طول النهار يدخلوا في بطون الكتب ويقرأوا. سبحان الله، يحس ان هو ايه؟ مفيش. ده الكلام ده عند مين بقى؟ عند بيبقى جلسات عادية خالص، جلسات عادية. نهيك بقى الأسئلة اللي بتأتيك يوميا، يعني ما صحة هذا الحديث، ما صحة هذا الحديث، ما صحة هذا الحديث. بلى، أشياء كثيرة الناس بتتجرأ فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث روي علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
ابن عم رسول الله، أول من أسلم من الصبيان، كان عمره 10 سنوات، تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسجد لصنم قط، لم يعش أي عيشة من عيشة الجاهلية. أبو الحسنين سيد شباب أهل الجنة، وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم فاطمة بنت أسد أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول لها أنت أمي بعد أمي. لقبه رسول الله بأبو تراب، النبي سماه أبو تراب لما ذهب يسأل عنه، فقالت فاطمة تلاحى، حصلت خصومة بيني وبينه، ترك البيت راح نام فين؟ في المسجد، نام في المسجد، المسجد ده تراب. فالنبي راح يصحيه من النوم وحب يضحكه، قال له قم يا أبا تراب. لما كان حد يناديه بهذا كان يبقى فرحان جدا، لأن الذي سماه ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل فارس قريش عمرو بن ود في غزوة الأحزاب، وقتل مرحب قائد اليهود في غزوة خيبر، وتم الفتح بفضل الله على يديه، أصبح خليفة للمسلمين الخليفة الرابع أبو بكر وعمر وعثمان، وهو سنة 35. وقتلوا عبد الرحمن بن ملجم في الفتنة التي كانت بين معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه سنة 506، له من الروايات 586 حديث من روايته، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة، كان يقول له أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهم السلام، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. سيدنا علي مثال للشاب الذي نشأ في طاعة الله، الشاب الذي نشأ في طاعة الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي، فإن من كذب علي، شوف نص الحديث هنا عجيب جدا، فليلج النار. لا تكذبوا على رسول الله، ما تقول كلام أنت لا تعرفه أو غير متأكد منه وتنسبه لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تكذب أمرا أنت لا تدريه أو لا تعرفه، فلربما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الجويني أبو المعالي رحمه الله كان له في فقه أمور عجيبة كده، المسألة التي لا يعرفها هو أبو سموه أبو المعالي لأنه هو صاحب الورقات، الورقات هذا عمل كونتراست لعلم الأصول، 40 ورقة عشان تشرحه عايز كتاب يملى المسجد ده. ده إذا أنا مش حضرتكم يعني، أنا إذا أنا فهمته يعني. إذا أنا فهمته يعني المتخصصين بيقعدوا يناموا، كلام صعب جدا علم الأصول. كان بتأتي مسائل كثيرة جدا، كنت أتعجب وأنا طالب في الجامعة يكتبه. وقال أبو المعالي الجويني أرى في هذه المسألة توقف، أمال عامل شيخ إزاي وكله توقف توقف توقف؟ أنا كنت مش ما عنديش معلومات خالص يعني، زي دلوقتي وأكتر كمان، ما فيش. إيه الراجل ده بيتوقف عن إيه؟ يا عم قول، قول ده صح ولا غلط، حلال ولا حرام، يجوز ولا لا يجوز. العلماء جايلين كلام وكل واحد له أدلة، لكن هو يقول لك إيه؟ التوقف. فقرأت عن قصته، تتعجب لقصة هذا الرجل. أبوه كان يتمنى أن يكون عنده ابن عالم من العلماء، فراح أحضر، اشترى جارية صغيرة، اشترى وربها على يديه وتزوجها، واخذ عليها العهود ألا تطعم ابنه أي شيء
من أي أحد، وألا تسمعه إلا ذكر الله والقرآن، وألا وألا وأعمل حاجات ياما كده حاطه. يقول: فدخل أبي يوما على أمي، أمه بتحكي له، فوجد أمه قد أعطته لجارية أخرى ترضعه من عند دار فلان، ناس جيرانه. قالت أمه له: فدخل أباك ووضع أصبعه في فيك حتى أخرج ما دخل في بطنك، ما دخل في بطنك. بيقول هو عن نفسه: وكنت إذا تحدثت وبيتكلم يحصل له شيء زي الهوكب كده إذا تحدث. قال: وذلك من آثار تلك الرضعة، من آثار تلك الرضعة، فأحاطه بالحلال وأنبته على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بعدين إن الرجل ده عنده ورع، عنده خوف من ربنا، مش قول وخلاص، مش عايز يقول وخلاص، لا، خايف من ربنا سبحانه وتعالى. وخوفه من ربنا بيعمل إيه؟ لم يظهر له الحق في المسألة، لا يعرف هذا الطريق أصوب ولا هذا أصوب، فبيعمل إيه؟ خلاص يفوض أمري إلى صاحب العلم الكامل ربنا سبحانه وتعالى. فسيدنا النبي بيقول: لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي، حتى في المفاهيم ما فيهاش كذب. يعني لو أنا فهمت حاجة من الحديث ممكن يكون المفهوم عكسه تماما، هذا ليس كذبا، ده مفهوم. إنما أن تنسب الكلام إلى رسول الله أو تنكر كلام عن رسول الله هذا هو الكذب. فإن من كذب علي، مكانه فين بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فليلج بالأمر، فليلج النار. يعني الله سبحانه وتعالى بيأمر الملائكة بإدخاله النار. طب وصلاته وصومه وزكاته وقرآنه وحجه وصدقاته وزكاته كل هذه الأفعال ما تنفعوش، هيدخل جهنم، لأنه إيه؟ أدخل في دين الإسلام ما ليس فيه، أو أنكر من دين الإسلام ما هو فيه، يلج النار. ما لم يغفر الله عز وجل له، ما لم يغفر الله عز وجل له. من هنا يتبين أن على المسلم أن يكون وقاف، وقاف عند حدود الله، ما لا يعرفه لا يكذبه ولا يقول شيئا غير متأكد منه. الرواية الأخرى لسلمة بن الأكوع، عارفين سلمة بن الأكوع؟ ده صحابي كان بيسابق الخيول وكان بيسبقه، وهو بطل غزوة كاملة اسمها غزوة ذي قرد، هو الواحد. جم جماعة من الكفار من قريش عادوا على المدينة، على المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وسرقوا، لقوا واحد راعي قتلوه وسرقوا بعض الأشياء معه. هو شافهم طلع فوق الجبل وفضل يرميهم بالحجارة حتى أوقعوا كل شيء، تركوا كل شيء، خدوه وتركوا الأشياء اللي كانوا جايين بيها، وهو يعدو وراءهم وحده رضي الله عنه وأرضاه. كان شجاع ورامي وعداء رضي الله عنه. يقول: رأيت الذئب قد أخذ ظبيا فطلبته حتى نزعت منه. تخيل أنت، تخيل أنت، جرى ورا الديب وأمسك الديب وأخذ منه الظبي الغزال. كان سريع جدا. النبي صلى الله عليه وسلم دعاله في مرة كده دعوة عجيبة، يعني قال: رحم الله سلمة. فقال الصحابة: متعنا به يا رسول الله. كان النبي يقول رحم الله فلان، يبقى معناها ان هي ايه؟ إشارة انه ممكن يستشهد. فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. يقول ايضا في الحديث: من يقل علي ما لم أقل، من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. اللي بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله مكانه في الايه؟ في النار. حديثين مهمين جدا، مهمين جدا.
بيجعل المسلم دائما وقاف على ايه ما يسمعه، لا تنقل كل ما تسمعه، كفى بالمرء اثما ان يحدثك بكل ما يسمع. مش كل حاجه بتتحكى ولا كل حاجه بتتقال، حتى لو قال لك قدامها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصدق هذا، ما تصدق. لابد ان ترجع الى الايه، الى امهات الكتب او العلماء الثقات، او العلماء الثقات، حتى لا تقع في اسم التكذيب او قول شيء لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاولى للمسلم ان يكون يعمل زي مين، زي ابو المعالي الجويني اللي ما عرفوش يقول ايه، وقف. خد بالك ابو المعالي، تسميه ابو المعالي هتبقى انت برضه ابو المعالي. ليه؟ لان مقامك عند مين؟ عند الذي اقامك، عند ربنا مش عند الناس. لو قالوا فيك قوال وكل قولك كذب هتروح جهنم، انما لو قالوا وقاف وما بيعرفش حاجه، بس عند ربنا سبحانه وتعالى يعرف ان نيتك انك لا تخوض في امر انت لا تعرفه، فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكذب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مقامك عند الله عالي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ذلك قدير كريم. اللهم آمين، وصلى الله وسلم.